به كي لا أفقد الأمل وتنتحر الفراشات. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الوطن، باسم نساء فلسطين القابضات على الجمر الصامدات واللواتي يتقدمن الصفوف الأولى للدفاع عن الكرامة والحق، باسم العدل للنساء جميعهن السيدات والسادة الحضور الكريم، حضرة السادة الأصدقاء في لجنة التحكيم، الصديقة والجميلة والعزيزة الدكتورة سلام مشعل، الأصدقاء ممثلو السفارات والمؤسسات العربية والدولية المتواجدون معنا عبر البث المباشر، الأخوات والإخوة ممثلين وممثلات الوزارات، السيدات والسادة ممثلو المجتمع المدني والسياسي، السادة وجهاء ومخاتير غزة الأكارم، شعب فلسطين الكريم، عظيمات غزة رمز التضحية وأيقونة الأمل، زملاء العاملون في مراكز ابن نفيس، أحييكم جميعا تحية الحب والتقدير، تحية الفخر والاعتزاز، وأنا أشهد معكم اليوم فعاليات هذا اليوم العظيم، فعاليات مهرجان أميرة الصحة في فلسطين لعام 2018. إنه يوم مساوي بامتياز، يوم نقف فيه على إنجازات نساء فلسطين، فالمرأة الفلسطينية سجل مشرق كتب بالنور والألم، كتب بتضحيات نسوة كنا عنوانا للتحدي. إننا نحتفل اليوم في هذا الحدث العالمي ونحن نواجه أصعب التحديات، مرحلة من أصعب مراحل الحياة في غزة، فقر، حصار، بطالة، مؤامرات تحاك ضد شعب يطمح بالحرية ولا يحلم إلا بحياة كريمة، ولكن ووسط كل هذه الحنكة تطل علينا المرأة الفلسطينية تنطلق من غزة لتهب النور والحياة لكل النساء في العالم. اليوم واقف متفاخر بأنني كنت وما زلت مع هؤلاء النساء اللواتي يسطرن تاريخا من آخر من تاريخ فلسطين، تاريخ الأمل والحياة، تاريخ الجمال والصحة. فرسالة المرأة تتوارث جيلا بعد جيل، رسائل نسجت بالوفاء والحب والإرادة الانفصال والانفصام، هي الإرادة والمضي قدما من أجل البقاء بعزة وشموخ، وها هي اليوم تتنافس تترقب من أجل تقديم نهضة جديدة للوطن، مؤكدة دوما أنها أكبر من المحن، أكبر من كل من يعرقل مسيرتها من أجل حياة أفضل، حياة الكرامة والمحبة والجمال، مؤكدة بكل صدق أن على هذه الأرض من يستحق الحياة. إن مهرجاننا اليوم والذي يشهده العالم أجمع في لبنان ومصر وأمريكا والسويد وأهلنا في الضفة الفلسطينية وفي أراضينا 48 لدليل كبير على أننا نسير بخطوات صحيحة نحو الهدف ونحو المجد والرقي، وأننا شكلنا حالة فريدة ينظر العالم إليها بعين الرضا. الاستهجان بأن فلسطين عامة وغزة خاصة لا تنحني ولن تنحني، بل تصنع من القيود طوقا وتاجا يوضع على الرؤوس، تاج العزة والصحة والإيمان بأننا شعب لا ينكسر. السيدات والسادة، إننا اليوم نقف أمامكم، نقف شامخين ونقول بكل صدق وفخر إننا سعيدون جدا بكل الإنجازات التي حققناها والتي سنسعى لتحقيقها. إننا بكل فخر اليوم ونحن نخطو نحو العالمية بإذن الله، نخطو الواثقين، نخوض غمار التغذية العلاجية بشهادة الأكاديميين في العالم العربي والدولي. إن هذا الإنجاز الذي حققناه بفضلكم، بفضل أهلنا ووطننا والداعمين والمخلصين من الأصدقاء والمسؤولين، كل هذا يحملنا مسؤولية جديدة وكبيرة تجاهكم وتجاه الوطن. فما أصعب أن تحمل الوطن في عنقك، وما أجمل أن تكون فلسطينياً رغم كل
المحاولات التي نتعرض لها كشعب فلسطيني. إننا ومن خلال مركزنا مركز ابن النفيس أخذنا على عاتقنا أن يكون عام 2019 هو عام الإنجاز والتميز، وقد كنا على مدار الوقت بإذن الله صانعين للمجد من أجل هذا الوطن. ولا أظنني أبالغ إن قلت لكم أن الجزء الأكبر جمالاً والأكثر تأثيراً في حياة أهل غزة ونسائها هو ابن النفيس. إيش رأيك؟ صحيح الكلام؟ طيب. فكنا على الدوام بإذن الله، سنكون دائماً نرسم البهجة ونرسم الفرحة على وجوه نسائنا وأطفالنا ورجالنا. لقد لعبنا دوراً بارزاً في المجتمع منذ أن شرعنا في تغيير النمط العادات الغذائية وتحويلها إلى عادات صحية لنبني أسرة ومجتمعاً صحياً وقوياً يحارب السمنة وما ينجب عنها من أمراض مزمنة. وأطلقنا عدة مبادرات لتعزيز دور ثقافتنا وإرسائها مفهوم ونمط حياة، فكان اهتمامنا ينصب على المجتمع رجالاً ونساءً وأطفالاً، حيث استطعنا خلال الخمس سنوات الأخيرة أن نزيد نسبة الرجال المتابعين لدينا والمهتمين بصحتهم من 10% إلى 15% في غزة، بينما نسبة اهتمام الرجل العربي بوزنه لا تتعدى 7% مقارنة بالمرأة. وهذا إنجاز ينفرد به الرجال في غزة من خلال مركزنا. كما استطعنا أن نغير الكثير من العادات والتقاليد، فأطلقنا يوم المشي الفلسطيني والذي أصبح تقويماً وطنياً يقام في الرابع من حزيران من كل عام، يشارك فيه آلاف النسوة والرجال من جميع محافظات غزة، مما شجع النساء للخروج عن المألوف واتباع رياضة المشي بكل ثقة وبشكل يومي. كما استطعنا أن ندخل كل بيت ونساعد النساء في إعداد موائد الطعام الصحية لهن من خلال الزيارات المتكررة. وتابعنا ذلك بإنشاء شركة ابن النفيس تحمل علامة تجارية نفيس كالوري لإنتاج الكثير من الصناعات الغذائية التي تعزز دور النساء في تطبيق مفهوم التغذية في بيتها وتوفير منتجات صحية وغذائية بأسعار منافسة ومناسبة. ونافسنا في منتجاتنا المنتجات الأخرى حتى شهد العالم أن منتجاتنا تضاهي منتجاتهم وتعتبر منافساً قوياً ونداً لهم، وهذا تعزيز لاقتصادنا الوطني الفلسطيني وتحقيق النمو المنشود والهدف الذي نصبو إليه في مقاطعة منتجات العدو الصهيوني. أيها الحضور الكريم، أيتها النسوة الرائعات، هذا اليوم يحمل طياته فخراً وعزةً بكفاح المرأة الفلسطينية ونضالاً جديداً يضاف لنضالاتها، نضالاً من أجل الصحة هنا وفي هذه القاعة وفي نفس التقويم. سوف نتوج أميرة الصحة في فلسطين للعام الثاني على التوالي. نترقب معكم الحدث الوطني العالمي نحن والأصدقاء حول العالم. اليوم ستشهد غزة صعود أميرة جديدة، أميرة من طراز خاص، أميرة الصحة في فلسطين للعام 2018. والذي تميز هذا العام أو ميز هذا العام عن السابق بنواحي عدة، حيث تقدمت المسابقة 8650 امرأة، تم اعتماد 5000 منهن طبقا لمعايير، وتم تقسيم المتسابقات إلى 5 فئات. وقمنا ومن خلال برنامج الفرز باختيار 50 امرأة لتكريمها اليوم من جميع الفئات المشاركة، والتي اليوم يجلسنا أمامكم بكل شموخ وسعادة بما حققنا من إنجاز. حتى لا أطيل عليكم الأخوات والإخوة، يعني بصراحة اليوم أنا بعيد عن الكلام المكتوب، يعني زيقت ولا بدك. بصراحة أنا سعيد جدا اليوم فيكم، وهذا فخر وهذا دليل على الانتماء الحقيقي، انه بالرغم من السقعه وبالرغم من المطر وبالرغم من الزوابع انكم تطلعوا لتلبيه نداء ودعوه مركز ابن النفيس. هذا يزيدني قوه واصرارا انه احنا ماشيين على الطريق الصحيح. وانا سعيد جدا اليوم بكل الاميرات الموجودات معنا بغض النظر عن الاسماء والالقاب،
وبغض النظر مين راح تكون الأميرة عليهم، في الحقيقة كلهن الأميرات، ولا شو رأيكم؟ ولكن كان لزاما علينا إن بدنا كف. يلا سجل المختار، المختار المسابقة ضمن المعايير العلمية، وكان في طبعا لجنة التحكيم، وأنا متشوق زيكم إنه نشوف مين الخمسة الفائزات. طبعا حسب كتلة الجسم قسمناهم، وعلى رأسهم راح تقول الأميرة. برجع تاني بقول إنه كل الموجودات معنا هن أميرات بإذن الله تبارك وتعالى. وأشكر حقيقة كل من حضر هذا الاحتفال، وأشكر أيضاً الدكتورة سلام اللي أجت من الضفة الفلسطينية لتجسد أنه غزة والضفة والقدس هي أرض فلسطينية. وإن شاء الله يقام الاحتفال القادم بإذن الله في القدس، وأعيننا تصبو نحو بيت المقدس إن شاء الله. ونشكركم وشكراً لكم على حسن استماعكم واعتزل الإطالة، وإن شاء الله معا وسويا نحو تحقيق صحة أفضل، وبارك الله فيكم.